محمد هاني وسليف كلوبالي وسعد سمير وايمن اشرف، صبر الرحيل، حسام عاشور وعمرو سليه وهشام محمد واكرم توفيق وكريم ندفد واسلام محارب واحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر واحمد حمودي وصلاح محسن ومروان محسن ووليد ازارو. الغيابات علي معلول للاصابه ومؤمن زكريا وناصر ماهر، دي رؤيه فنيه لكارتيرون. على الجانب الاخر يعني معين الشعباني الراجل التركي اللي عنده التونسي اللي عنده 37 سنة، معين الشعباني يعني اصطحب 23 واحد، معز بن شرفية ورامي الجريدي وعلي الجمل لحراس المرمى، سامح الدربالي وإيهاب المباركي وأيمن بن محمد وخليل شمام وحسين الربيع. حسين الربيع ده اللي لعب المباراة الأولى اللي كانت على استاد برج العرب في دور المجموعات، كان لعب باك ليفت. وعلي المشاني وشمس الدين الزوادي ومحمد علي اليعقوبي اللي أنا اتكلمت عليه امبارح وقلت إن هو أحرز هدف، لكن خبرات خليل شمام هتخلي يعني معين الشعباني يبدأ بخليل شمام. في الوسط كلوبالي وفرانك كوم والشعلالي ومحمد امين مسكني وسعد بكير اللاعب اللي هو اشول اللي بيستخدمه هو دايما في مباراه العوده، المباراه اللي على ارضه او لما يكون متاخر او عايز يجيب هدف حتى خارج ارضه بيستخدم سعد بكير، لاعب اشول امكاناته كويسه جدا جدا، يمكن قدراته الجسميه والبدنيه قليله شويه لكن يعني حلو، رتم حلو في الكوره، الكوره ما بتروحش بعيد عنه، بيحتفظ بيها بشكل كويس، بيسدد بشكل كويس وبيعمل الكرة الثابته هايل جدا. يوسف البلايلي وانيس البدري وبلال المجري وادم الرجيبي وطه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني. دي قائمه الترجي التونسي وقلت لكم قائمه النادي الاهلي. اوكي هنخش في التفاصيل اللي شرحناها امبارح والنص الثاني من ملعب الاهلي. النهارده هيكون معانا نجومنا وكابتننا كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم في النصف الثاني، لكن هنروح على الشاشه ونخش الملعب. وزي ما قلت لكم لازم تحفظوا كل لعيبه الترجي بالتشكيله باسلوب اللعب بالمميزات اللي عندهم. والنهارده هنتكلم على الكرات الثابته اللي واحده من مميزات الترجي لكن برضه من عيوب الترجي، من مميزات الترجي لكن برضه من عيوب الترجي. لكن قبل ما اروح للشاشه عجبني حاجه جدا اتبعتت لي النهارده، اهل تونس بشكل عام والترجي بشكل خاص علاقاتنا بهم ممتده بشكل كبير جدا، وزي ما انا قلت يعني الناس دي ما شفناش منهم غير كل خير على المستوى الاداري. داخل الملعب يعني نفترسهم ويفترسونا، ده منافسه شريفه ما فيهاش اي مشكله. بمجرد صفاره النهايه وانتهاء اللقاء احنا علاقه طيبه جدا ما بيننا وما بينهم، عشان كده لما بيبقى في اي صدى هناك في تونس والناس بتتفرج علينا بتبسط جدا الحقيقه. في واحد منزل كومنت على حلقه امبارح عجبني جدا يعني الحقيقه، يعني بيقول ايه، هو اسمه انيس، هو الداخلية التونسية بيقول ما تعرفش التفاصيل هذه اللي احنا قلناها امبارح. ملك كارثة عبد الحفيظ هو بيقول بيشيد بالبرنامج، شكرا جزيلا طبعا ليه. ما حسدناهمش على غناهم، حسدونا على فقرنا، هو بيتكلم عليه. يا عم عندكم فريق كبير واحنا بقى برشا او باهي برشا، وصلنا فاينل يعني كويس قوي ان احنا وصلنا فاينل، فريقكم افضل حتى من برشلونة وريال مدريد. ده كلام يعني محترم جدا، لكن انتوا كمان فرقه كويسه وفرقه جديره بالاحترام. يعني انا مبسوط طبعا ان انتوا بتتابعونا حتى من خلال شاشه قناه الاهلي وملعب الاهلي. في النهايه الا ربنا موفقه للبطوله، الف مبروك في اطار الروح الرياضيه المميزه جدا واللي بتجمع ما بين الفرقتين. هننزل الملعب مع بعض.